السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم خليل سمو قناة سمو برو. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نشرح لكم البوب كاش وكيفاش يمكن لك انك تستخدم هذا الموقع هذا، في حيث انك يعني اذا كنتي باغي تزيد عدد المشاهدات الخاصة بك وتطلع على القناة اللي تستخدمها او اللي تشتغل عليها، فان شاء الله هذا الفيديو هذا وهذه الحلقة هذه غادي تعاونك بزاف، وما غادي يكونش يعني مقتصر فقط على هذا الفيديو هذا، بل غادي يكونوا فيديوهات واحدة اخرين، بحيث اننا غادي نقوموا بعمل حملات وغادي تقوموا كذلك بتحليل هذه الحملات هذه، بحيث اننا نحصل على عدد مشاهدات. فللعين فقط المشاهدات اللي تتحصل عليها هي مشاهدات حقيقية، ما كاينش يعني حتى ترافيك ماشي يعني مزور او شيء مثل هذا. على العموم ما نطولش عليكم في الفيديو هذا، ندخلوا الفيديو الان، مشاهده ممتعه. ها احنا رجعنا مره اخرى في هذا الفيديو هذا اللي غنشرح فيه او لا غنكمل فيه السلسله الخاصه بدروس اليوتيوب، وان شاء الله يعني غادي نحاول غدا ان شاء الله ندير لكم واحد اللايف، بحيث ان اي واحد عنده قناه ما تحصلش فيها على مشاهدات يحاول انه يعطيها لنا في اللايف، يعني تحدث في اللايف، يقوم باسالي القناه وغنقول له يعني شنو غادي يدير ديك القناه، شنو المشكل اللي يمكن لي او لا شنو الحلول ديال المشاكل اللي تعاني منها، وعلاش القناه ديالو حتى هي ما صعداتش. يعني كل هذا الشيء هذا غادي نحاول نشوفه قناه بقناه فقط للمتابعين ديال القناه ديالي. اوكي، بالنسبه للفيديو اليوم غادي يكون التكمله لسلسله هاد الفيديوهات هادو من حلقه البودكاست، يعني حلقه ديال فيديوهات محمد علي، الحلقه ديال الالباح الخاصه بي، والحلقه ديال مليون مشاهده في اليوم وكيفاش تحصلت عليها يعني في اقل من يوم، حتى يعني هاد اليوتيوب هاد الفيديو هذا اللي قدمت فيه يعني الالباح ديالي فقط لدعمكم. بزاف ناس سولوني على هذا الفيديو هذا، قالوا لي شنو الفائده ديال انني غنشوف الالباح ديالك في يعني في الفيديو، شنو الاستفاده اللي غنستافد انا. فالاستفاده اللي تستافد نتايا هو انني تنعطيك واحد الدعم، يعني ماشي انا غادي نقول لك خدم على الطريقه هذه، ما كاين ارباح لا والو، ما كاينش، ما عطاكش واحد الدعم، فانت يا غادي تشوف على ان هذه الطريقه هذه فيها الخدمه بزاف او لا ما نقدرش نخدم عليها، حيت ما كاينش واحد النتائج اللي يمكن لي انني تحصل عليها. فاي شخص ما عندوش راس مال بغى يستخدم الربح من الانترنت ف يستخدم هاد الطرق اللي شرحت لكم في هاد الفيديوهات هادي. وحلقة اليوم غادي يكون فيها دفع مبالغ، غادي تدفع واحد المبلغ، ما نقولش انه مبلغ كبير، مي غير واحد المبلغ صغير، يعني مثلا 10 دولار غادي تخدم بها شحال من فيديو، مهم بالنسبة يعني تخدم بها حتى 10 الفيديوهات، اي دولار لكل فيديو. وغنوريكم حتى الطريقة في كيفية يعني هاد القناة ديالك كيفاش انك تصعدها بسرعه. فالحمد لله الحمد لله بزاف ديال تاعي وبزاف ديال القنوات اللي في الايام الاخيره استخدموا هاد الطرق هذه اللي شرحت لكم، واللي الحمد لله انهم هاد القنوات هادو ولاو تسجلوا عدد مشاهدات كبيره جدا. ونتمنى اي واحد عنده قناه واشتغل عليها في الايام من خلال الفيديوهات اللي قدمت لكم يوضع لنا في اسفل في التعليق، ما يوضعش لنا قناه مبغاش يمنين، ما بغاش يحط القناه ما يحطهاش، مهم بالنسبه للدراري اللي خدموا اليوم وصدقات لهم الطريقه هذه يحاولوا انهم ياكدوا هذا الشيء في التعليقات اسفل باش تدعموا حتى الدراري الاخرين وحتى تدعموني انا شخصيا. على العموم الدراري الناس اللي بغاو يخدموا على هذه الطريقه هذه كيف ما قلت لكم يعني في الفيديوهات السابقه انني غنشرح لكم الطريقه ديال بودكاست واللي غنستخدمها في هذا الفيديو هذا، بحيث انني الفيديو بمجرد نشره يحصل على عدد مشاهدات كبيره، بعدها الفيديو مباشره سوف يقوم اليوتيوب او روبوت اليوتيوب سوف يقوم بشفته بشكل جيد في اليوتيوب، وهذا يعني بعد ذلك سوف تحصل على مشاهدات من اليوتيوب اي من صفحات اليوتيوب. كل ما سنقوم بعمله هو اننا سوف نقوم باستخدام موقع البوبكاش. اوكي داي، فاول شيء غادي ندخل ليه وهو موقع البوبكاش على هذا الشكل هذا، وان شاء الله يعني في اخر هذه الحلقه هذه غادي نوريكم حتى الارباح ديالي على قناه منظورة، ما بغيتش نوري يعني حتى الارباح ديالي على قناتين اخرى، وحتى القناه يعني عندي جوج قنوات كيف ما ذكرت لكم في السابق، وحتى قناه سمو برو، وحتى قناه
مزورة، فقناة مزورة ماشي مشكل نوريكم المتابعين ديالها شحال ولا، وماشي مشكل نوريكم الأرباح ديالها شحال ولات، فكل هذا ما عنديش فيه مشكل أنني نوريه لكم. المهم هو أنني ندعمكم باش تخدموا، وحتى نعطيكم واحد الدعم اللي هو معنوي باش أنك تخدم على راسك وتبدأ الآن من خلال يوتيوب. بزاف الناس تيقولوا لي ما عندناش قناه مفعله الدخل، ما مفعلاش فيها الدخل، فهذا يعني كنعتبره انايا ماشي مشكل. فحاول انك تخدم في الاول، تقدر تضيع واحد 200-300 دولار في الاول على الفيديوهات، على المشاهدات اللي عندك هكاك، مي القناه ديالك كتوجدها ومن بعد كتحصل على الارباح. اوكي، فكيف ما يعني ذكرت لكم، فاول شيء تمشي لموقع البودكاست، تقوم بالتسجيل من خلاله، تقوم بالدخول الى الداشبورد. هذا الشيء كامل ما نحتاج انني نشرحه، فهذا الشيء يعني روتين، يعني تدخل لموقع البودكاست، تقوم بالتسجيل يعني من خلال الجيميل الخاص بك، وتقوم بالتفعيل وتدخل الموقع. وسبق لي ان شرحت لكم هذا الموقع، هذا كيفاش يمكن لك تخدم عليه، كيفاش يمكن لك تربح منه، وكيفاش يمكن لك حتى انك تستفيد منه من خلال الاعلانات اللي هي هذه الحلقه هذه اللي كتشوف فيها. اي مشكل يمكن لك توصل فقط من خلال الاونلاين الشات اللي كيعطيك على انه يعطيك الكثير من الامتيازات، فالدعم هو باللغه الانجليزيه. هذا الموقع هذا ماشي كندير ليه الاشهار، ماشي عندي به حتى شي علاقه، مي هذا الموقع هذا قررت انني نشرحه فقط حيت لقيت على انه يمكن انك تستفد منه بشكل كبير فقط باستخدام هذا يعني هذا الموقع هذا فقط باستخدامه يمكنك انك تستفد به بشكل كبير جدا في اليوتيوب. اوكي، فكما ذكرت لكم كل ما يعني تعطيك هنا البيبليشر، تعطيك هنا الادفيرتايزر. اوكي، الادفيرتايزر في البلاصه هذه تعطيك على انك انت اللي كتقوم بالاعلان، اما البيبليشر هنايا انت كتقوم بنشر الاعلانات الخاصه بالموقع وتتربح، لكن هنايا انت كتدفع اموال بمجرد يعني باش تعلن على واحد البرودكت اللي عندك نتايا. اوكي، فنضغطوا على الكومبين في هذه البلاصه هذه، ثم نمشيو للكرييت كومبين. انا عندي هنا في الموقع 22 دولار، فبالطبع اول شيء يعني تقوم باضافه الاموال في الموقع، او يعني تقوم بعمل ديبو في الموقع. ما عندكش الباي بال، عندك شي مشكل في الباي بال، يعني ما عندكش شي عندك مو بغيتي تخدم في هذا الموقع هذا، ما عندكش عانيت من اي مشكل، يمكنك فقط تواصل معايا وان شاء الله يعني نحل لك المشكل، بحيث انني نقوم يعني هذه في حالتي اذا ما عندكش الباي بال، ما عندكش كارد فيزا، ما عندكش كارد يعني بغيتي تخدم وما عندكش باي بال مفعل، ما عندكش فيه اموال، يمكن لي انني نقوم بعمل نعمل لك ديبو في الكونت ديالك بدون اي مشاكل وتخدم عليه. اوكي، ولكن تقوم بالدفع يعني بالطبع يعني في من خلال يعني وسترن يونيون وفكاش، يعني اي بلاصه يمكنك انك تدفع ليا، وانا فقط نقوم بعمل لك ديبو في هذا الموقع. اوكي، يعني ما عنديش يعني شي اقتطاعات ولا شي حاجه، يعني هذه فقط خدمه مجانيه نقدمها لكم فقط لدعمكم. اوكي، بالنسبه للدليل هو يبغيو يعرفوا كيفاش يقوموا بالديبو في الموقع، فالطريقه سهله جدا. تمشي البينك، اوكي، تمشي الديبو في هذه البلاصه هذه، تمشي الباي بال في هذه البلاصه هذه، او لا تقوم بعمل الديبو من خلال باكسون، من خلال السكرين، من خلال بويب موني، من خلال الباينر، من خلال الكريبتو كرونسي، بيتكوين، يعني الايثر، كثير من العملات الالكترونيه. الله يكون عمي، كثير من العملات الالكترونيه اللي يمكن لك انك تقوم بعمل لها ديبو او لا حتى اي بايمنت. اوكي، فما يهمنا الان يعني بعد ما تقوم بعمل الديبو في الموقع، تمشي الكومبين في هذه البلاصه هذه، وتقوم بعمل كرييت كومبين في هذه البلاصه هنايا، وهنا تقوم بعمل حمله اعلانيه او اسم هذه الحمله الاعلانيه. فانا شخصيا غادي نمشي لهنايا وغادي ندير مثلا اي اسم فيديو تيست. اوكي، مثلا انا ما قلتلكش انا ندي يمكنك دير اي اسم كما كان، المهم تسمي الحمله الاعلانيه بسميه اللي تعقل عليها نتايا. فهاد البلاصه في اللاندينغ يو ار تقوم بوضع يعني الموقع او حتى اليوتيوب او حتى الفيديو اللي بغيتي تقوم بعمل له
إشهار أو تقوم بعمل لها تحصل فيه على مشاهدات. فأنا هنايا ما بغيتش نقوم بالنشر المباشر في قناة مازورة، قمت بإنشاء قناة جديدة، يعني وضعت قناة جديدة ضعت فيها فيديو تحصل على 13 مشاهدة. بزاف الناس يقولوا لي علاش ما بغيتيش تجربها في الموقع ديال مازورة، فأنا هاد الطريقة هادي اشتغلت عليها على موقع مازورة، وحتى الآن مازال كنشتغل بها على موقع مازورة. والسبب اللي خلاني أنني ما اشتغلت بها في الفيديو هذه اللي كتشوفوا معايا، هو أنه يعني في حال أنني نشرت فيديو في موقع مازورة فما يبانش لك الفرق، أوكي ما يبانش لك الفرق، بحيث أنني نزلت موقع مازورة أو قناة مازورة اللي عندي هنايا وقمت بنشر الفيديو، فبمجرد مرور يعني 5 دقائق او لا 3 دقائق ففيديو اوتوماتيكيا يقدر يوصل لي حتى 1000 مشاهدة. واللي ما غادي يمشي بالك الفرق بان هذيك المشاهدات جاي من موقع البودكاست، حيت اصلا المشتركين ديال القناة هما اللي ولاو كيشوفوا الفيديوهات في القناة. فلهذا كيف قلت لكم يمكن لكم انكم تخدموا على هذا او لا، يعني انا نشتغل على هذا الفيديو اللي كتشوف معايا الان، اوكي فنمشي فيديوهات يعني فقط ناخذ اللي الخاص به اوكي. هذه يعني فقط قناتي، يعني اقوم فقط تجريبية على العموم، يعني ساضغط هنا امشي للكوبي يو ار، يعني فقط قناة اقوم بالتجريب عليها. غنمشي لهنايا فكما كتشوفوا معايا هنا ان الان الفيديو تحصل على 16 مشاهدة، كيف ما تشوف معايا 16 مشاهدة تحصل عليها هذا الفيديو هذا، ماشي مشكل. غادي نمشي لهنايا لتفاصيل الفيديو، غنرجع للوراء حيت انا نمشي الاحصائيات ديال القناة بالطبع، اوكي امشي لوحة التحكم، يعني هذه قناة جديدة وضعتها فقط باش نضع لكم هاد الفيديوهات هادو، نشرح لكم على هاد القناة هادي. اوكي امشيو الانتقال لإحصاءات القناة في البلاصة هادي، ما مولوش كنخدم باللغة العربية في اليوتيوب فهادشي كيجيني شوية بالدل ماشي مشكل. غنزلو شوية للأسفل هاد البلاصة هادي، غنمشي للاطلاع على المزيد، اوكي غنمشي هنايا لاخر او لا تاريخ النشر، يعني فقط نبحث على هاد الفيديو. فهذا هو الفيديو اللي قلت لكم هو اللي غنخدمو عليه، فكما تشاهد معايا الان فيه 14 مشاهدة، ماشي مشكل. هاد 14 مشاهدة هادي كيف ما قلت لكم هاد الطريقة هادي يمكنك تخدم بها باش تلونسي الفيديو، تقوم بعد عمل هاد الطريقة هذه. فأنا يا هاد الفيديو هذا تنسى أكثر من قناة بعد سوية، ماشي مشكل تنسى أكثر من بعد سوية، أنا فقط تنوريك الطريقة كيفاش يمكن تخدم عليها. أوكي نمشيو لاندينغ بيج في البلاصة هذه، قلت لكم غنوضعو هنايا اليوتيوب أو لا رابط اليوتيوب خاص بنا على هاد الشكل هذا. فهاد البيدجيت في البلاصة هذه توضع $1 فقط، فهاد الديل بيدجيت حيت انه في اليوم واحد شحال بغيتي تقطع عليك يمكن دير 0.01 0.02، ولكن ما تحصلش على واحد نسبة مشاهدة اللي باغيها نتايا. فلهذا يعني حاول دير على $1، اي ان الحملة الاعلانية مجموع الحملة الاعلانية مجموع ديال المبلغ اللي بغيتي تخسر في هاد الحملة هذه هو $1، ومجموع ديال الحملة او المجموع اللي بغيتي تقطعت عليك في اليوم هو $1، بمعنى انه سوف يقتطع المبلغ بالكامل في يوم واحد، بمعنى ان الحملة سوف تنتهي في يوم واحد. اوكي بالنسبة للبيت يعني كل 1000 مشاهدة اوكي نديرو 0.0 واقل ما يمكن ان اقوم بوضعه 0.0002، بحيث ان كل 1000 مشاهدة فيها 0.002. اوكي بالنسبة لهذا البلايص هادو فاي يعني اي حاجة يمكن لك تستخدمها، ماشي اي حاجة يمكن لك تستخدمها، فيمكن لك انك تقوم بتفعيل الصوت في البلاصة هادي بحيث انه يظهر الصوت. اوكي تعمل اي اس
ماشي مشكل هنا الكومبين تارجت، يعني بحيث انه تقوم باستهداف هذه الحملة هذه بعض الاشياء مثل الكونتري، مثل الكاتيجوري، مثل الديفايس، مثل النظامات، مثل البراوزر، مثل اللونجويج، بحيث انك مثلا لو ضغطت على البراوزر هنايا فهنا تختار البراوزر اللي بغيتي يوضع لو اللي بغيتي يتحصل فيه على مشاهدات. وهذا الشيء كامل ما غنقيسوهش، علاش؟ حيت ما بغيناش ان الحملة تنقص من نسبة المشاهدات. اوكي، فنضغط هنا على create campaign في الباص هذه، وننتظر الى ان يعمل لي هنايا campaign mother has been created. اوكي، وننتظر الى ان يتم عمل هذه الحملة هذه، وما غنقطعش هذا الفيديو هذا باش تشوف نتايا على ان المشاهدات اصبحت الان في تزايد. اوكي، الان دابا 14، لكن غنتظر واحد شويه ما كملناش، يعني يحتاج دقائق ثلاثه غادي تشوف على ان الحمله بدات في الحصول على المشاهدات. ماشي مشكل، نخليو هذا الشيء كامل ونمشيو كيف ما قلت لكم البارح، بحيث انه ننتظر حتى يقوم موقع مزورة بعمل يعني تحديث لصفحتي او تحديث لي الطلب الخاص بي. اوكي، فكيف ما تشوف معايا دابا هذه هي قناة مزورة اللي وريتكم على في الحلقات الماضية كيفاش تشتغل عليها. فخلال 28 يوم تحصلت على اكثر من 37,000 مشترك، والارباح الخاصة بي اللي هي وصلت ل 1636 دولار. هاد الشيء كامل ماشي ترافيك. فكيف ما كتشوف معايا دابا غنمشيو لجو تو ستاتستيك، او جو نعم غنمشيو للستاتستيك الخاص بينا، بحيث انني غادي نشوف شنا هي الارباح الخاصة بي اللي تحصلت عليها في هاد 28 يوم. 28 يوم وما كملتش في 28 يوم، يعني هاد الشيء كامل اللي كتشوف معايا دابا عم وصل قيادتها تشي 15 يوم، يعني تشي 15 يوم، مشيو 7 ايام وشوفوا الارباح ديالي في هاد 7 ايام هادي شحال عطاتني هنايا. فخلال 7 ايام كيف ما كتشوف معايا هنايا، اي من 20 سبتمبر حتى 26 سبتمبر، اي بدون احتساب اليوم، فغنشوفوا الارباح اللي وصلت ل 1600 دولار، اي في خلال 7 ايام فقط، اي اسبوع تحصلت على 67 او لا 65 مي 6 ومهم 6,700,000 مشاهدة، 6 مليون خلال 7 ايام. وخلال يعني الوقت المشاهدة الفيديو، اي الدقائق التي تم مشاهدة الفيديو، وهي 21 مليون دقيقة. ف ماشي هذا يعني كذلك هو جيد. بالنسبة للسبسكرايب في 7 ايام تحصلت على 36,000 مشترك تحصلت عليهم في 7 ايام. بالنسبة للأرباح اللي تحصلت عليها اللي وصلت ل 1600 دولار، 1600 دولار خلال 6 ايام فقط، 6 ايام تحصلت فيها على 1600 دولار. اوكي، كيف ما كتشوف معايا ما احتاجيت انني ندفع 200 300 400 500 دولار، ما احتاجيت انني نستثمر حتى شيء. هذا اللي استخدمته هو فقط استراتيجية عملت بها، ما نحتاج انني نقول لك دفع لي واحد المبلغ باش نوريك واحد الكورس اللي تربح منه او شي حاجه بحال هكا. كل شيء كتشوفوا معايا هنايا نتائج، كيف ما كتشوفوا معايا هنايا ما كنحتاج انني يعني نقول لك مثلا دفع باش نخلص واحد الكورس اللي تربح منه. فهذا الشيء كامل اللي كتشوفوه هو قناه، يعني في قناه سموبو، هو حصري في قناه سموبو ومجانا. اوكي، كان عليكم فقط هو دعمي. اوكي، ماشي مشكلة تاعي، المهم هو تخدموا صراحة، بغيتكم تخدموا شوية على راسكم، وبغيتكم انكم تستافدوا من هاد الطرق اللي تنقدمها لكم. ونتمنى ان هادشي كامل يجيب النتائج. وكيف ما قلت لكم مازال ان شاء الله في الغد غادي نشرح لكم وغادي نوريكم كيفاش يمكن لكم انكم يعني غادي ندير واحد اللايف بعدا غدا ان شاء الله، غادي نوريكم او لا اي واحد عنده شي مشكل في القناة ديالو يستنى اللايف اللي غادي يكون غدا بالعشية. غادي نحاول انني في هذا اللايف هذا اي واحد عنده شي مشكل يحاول يطرحو لنا، ويعني يحاول يستدير القناة ديالو، بحيث اننا نقوم بمراجعة هذه القناة هذه غدا. غادي يكون ان شاء الله خاصة بمراجعة القنوات ديال الناس، غنشوف كاع اي واحد عنده شي قناة غادي نشوف المشكل ديالها، ونحاول انني
نصلحوا ليه ان شاء الله. اوكي هادشي باقي 14، يمكن الحمله مازال ما بدات. نمشيو للكونتون في البلاصه هذه، نمشيو للديلي بادجت. او لا 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 هو هذا مثل اللي هو باقي في حالة البيندينغ في البلاصة هذه، بمجرد انه يحيد من حالة البيندينغ اي من حالة الانتظار فيبدأ بعمل مشاهدة. يعني هذا الانتظار ما يتطلبش واحد مدة كبيرة، ما يطول يعني ما يطولش اصلا 11 دقائق ديالو الى تعطل، يعني في حالة لا تعطل 11 دقائق وغادي يبدا في عمل الحملة. وكذا مهم غنحاول انني غنتأثر واحد شوية بس انني نشوف شنو كاين بالنسبة يعني المشاهدات. اوكي يعني هادشي علاش ما بغيتش ندير الطريقة هادي على الفيديو في القناة ديالي، حيت القناة ديالي كل دقيقة كتزيد عدد المشاهدات لمية او لميتين او لتلتمية. اوكي لهذا ما بغيتش نصور فيديو في القناة ديال المازورة. حاولت انني نصور لكم في هذه القناة الجديدة اللي فتحتها فقط باش نوريكم حتى طرق ممكن انك تخدم بها. ما تحتاج انك كيف ما قلت ما تحتاج انك يعني تستخدم مبالغ كبيرة، فقط 10 دولارات تخدم بها 10 فيديوهات، اي دولار على كل فيديو. وبهذاك الدولار يعني اي تقريبا بهذاك الدولار تحصل على 500 دولار، 1000 دولار، يعني فيديوهات كيوليو ينتشروا بسرعة. ولكن من بعد ما كتحتاج انك تستخدم موقع مازورة، اي من بعد ما القناة ديالك توصل فيها واحد 60-70 ألف مشاهدة، ماشي مشاهدة يا ربي، 60-70 ألف سبسكرايب، ما تحتاج انك تستخدم موقع بودكاست. فديك الساعة تولي تخدم نيشان على موقع ديال او لا تخدم ليش على موقع اليوتيوب بالطبع، وتستفيد من هذيك المشتركين الخاصين بك. فحتى بالنسبة لسميتو اوكي همشي ليها المنتدى ديال القناة، فيمكن لك انك تستفيد منه كذلك من هاد الاشياء. يعني مثلا توضع بيبليسيتي او لا توضع مثلا اعلان صغير في المنتدى خاص بك، وتحصل على نسبة لايكات كثيرة ونسبة المشاهدة اللي تحصل عليها في المنتدى، واللي تجعل حتى القناة ديالك فيها واحد تفاعل كبير مع المشتركين، بحيث انهم ديما كيكونوا مشتركين يعني مدعمة. اوكي هذا الفيديو ستبدأ بعدها فقط البارح تحصلت على 1100 لايك وتحصلت على 86 مشاهدة او 86 كومنتات. كل هذه الاشياء يعني سنقوم بالتحدث عنها ان شاء الله في الغد يعني في اللايف، وغادي كيف ما قلت لكم غادي نحاول انني نوضع لكم طرق اخرى باش يمكن لكم انكم تزيدوا تخدموا شويه ماشي على اليوتيوب بزاف ديال الحوايج. غنوريكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمه. فكيف هذه الشيء باقي في البيندينغ. اوكي ندير ريفرش في الباج ديال البودكاست و غندير واحد الاي دي هنايا، نعاود نكتب على الاي دي. اوكي بيندينغ. اوكي المهم داي انا هذا الفيديو هذا اللي تشوفوا معايا لتحت ما نقدرش نساين يعني اوكي ما نقدرش نساين بزاف. فكيف ما قلت لكم اوكي في بيندينغ هذا الفيديو هذا اللي درت عليه الحمله هذه، غنوضعه لكم في التعليق اسفل في صندوق الوصف. حاول تدخل ليه وتشوف النتائج اللي غادي تعطى فيها هذا الفيديو هذا خلال هذا الوقت هذا. يعني انا بمجرد انني نقوم عمل مونتاج لهذا الفيديو هذا وغنقوم باللونسي غادي تشوف غيكون ديك الساعه اصلا الفيديو صافي هذا بديك المهم 400 500 حتى 1000 ديال المشاهدات اللي تلاحظ، ولكن ما غتبانش في البدايه. تقدر تبان لك هنايا او ماشي تقدر، هي غتبان لك في الاحصائيات على انها تظهر في البلاصه هذه، غتبان لك على انه الفيديو الخاص بك ولا فيه مثلا 1000 مشاهده او 2000 مشاهده، ولكن من بعد غادي عاد يبان لك في الفيديو.
اما الا مشيتي دخلتي الفيديو في القناه، مشيتي دخلتي يعني من قناه من صفحه اليوتيوب بشكل عادي، ما غتبانش لك حيت الاحصائيات الحقيقيه كتبان هنايا، والاحصائيات اللي كتبان لك في الفيديو مباشره كتعطل واحد شويه، تقدر تعطل لك واحد مثلا واحد نهار عاد تبان لك، حيت المشاهده تقدر تبان لك مثلا منها من هذيك 300 تقدر تبان لك منها غير شي 100، وتبقى لك واحد 200 ما تبانش لك حتى دوز واحد ساعتين او ثلاثه وهي غاده. اوكي خوت ما نطولش عليكم، كل يا طفو على طفوش عليكم في هذا الفيديو هذا، نتمنى يكون هذه الحلقه هذه وهذا الفيديو هذا، وكيف ما قلت لكم الدعاية كاملين ما تنساوش انكم تقوموا بوضع في التعليقات اسفل الدعاية اللي خدموا على الطريقة هذه وتحصلوا على نتائج، يوضعونا في التعليقات هذه النتائج هذه كيف كانت، واش جيدة ولا سيئة، واي واحد عنده شي مشكل يحاول يوضعه ويطرحه ردا ان شاء الله في اللايف. فنتمنى يكون الفيديو وحلقة اليوم قد نالت اعجابك، ما تنساش بارطاج الفيديو هذا باش يوصل الى اكبر عدد، واش حتى دعمني باش نقدم لكم ديما الجديد في قناة سمو برو. السلام عليكم.